خلونا بقى قبل ما نتكلم عن احوال الطقس ناخدكم في جوله عن احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا وتحديدا من القاهره ومن الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده كمان، وظهرت سيوله مريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع الطريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح لمحافظة الجيزة وفي سيولة مرية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. شهد كمان طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة. طالمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. ظهرت كمان تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم. ونروح لمحافظة الإسماعيلية وهنجد أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. أما الطرق أو الطريق المتجه إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرورية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق إسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. ونروح لمحافظة سوهاج وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاضا طفيفا ليسود الطقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 35 وأقل درجة حرارة في مطروح 32، وكمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها بتوصل ل 43 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.